نريد نصيحتكم لامرأة متزوجة ولديها أولاد تشاجرت مع زوجها فضربها وأبت الرجوع إليه وتريد الطلاق منه، فما نصيحتكم لها؟ وهل ولي أمرها إذا نزل عند رغبتها لا يأثم؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يضرب، قال: ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم الذي يضرب النساء. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية حاصلة في حسن خلق الرجل مع امرأته، من ضمن خيريته هنا أن يكون خيرا مع أهله. ثم إن الذي يزوج يزوج من أجل تكرمها، ولا من أجل تقلبها، من أجل تقلبها أمة تخبط فيها ما تشئت. ما أحد يزوج من يلي أمرها إلا ويتطلع إلى إكرامها، وإن حصل عليه أذى منها ولها ولي، وليها يا أخي أدبها، يا أخي حصل ممن تلي أمرها كيت وكيت، انصفني انصفه. هو يريد أن تثبت لها زواجها وكذلك أولادها وسيرتها الطيبة ويفرح. ما أحد يزوج من يلي أمرها إلا من أجل أن يكون لها، يقوم لها بيت، يقوم لها بيت ويفرح، أن تستتر وأن يصير شأنها طيب. هكذا شأن الناس وزواج الناس. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع حتى في شرك، في أيام شركه وهو مشرك، على مصاهرته أنه صهر وفي قرشي، كفو قرشي وفي، لا أهانها لا أساء إليها لا شيء حتى وهو مشرك. فيا أخي ليس من مكارم الأخلاق والله يعني استلام المرأة بالضرب والإهانة وجعلها يعني أسيرة داخل البيت ما تشعر براحتها. إن عندك رغبة فيها أمسكتها وعالجت ما يحصل من عوجاج، المرأة خلقت من عوج من ضلع، عالج هذا، عالجه واستعن بوليها على علاجها. لا شك المرأة تحصل عندها عوجاج تحتاج إلى إصلاح وتقويم، وعالجه برفق، عالجه بحكمة بالموعظة، عالجه كما قال: عظوهن وهجروهن في المضاجع. ما في مانع أنك بعض الأوقات تهمشها ليلتين ثلاث في المضاجع أو ما إلى ذلك، لا تزيد فوق ثلاث أو كذا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر شهرا، حددوا على أن الهجر للمرأة أولى أن لا يكون، حتى وإن آل منها إلى 4 أشهر في بعض الحالات الطارئة لا يزيد على ذلك. للذين يؤلون من نسائهم كما في الآية تربص 4 أشهر، هذا من التأديب. نعم، وما تلام في مسألة التأديب الذي ما فيه إهانة للمسكينة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق ضعيف، مرأة عندك عانية كما إنهم عوان عندكم، يعني العاني الأسير، تركت أباها تركت أمها تركت بيتها وتنتقل عند هذا الزوج تستريح معه، تعيش كما يعيش المرأة مع زوجها، هكذا أراد الله كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن لم تكن مودة بقيت الرحمة، وإن لم تكن لا مودة ولا رحمة إمساكم بمعروف تصريح بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، كلكم عبيد لله سبحانه أنت وهي. نعم، ثم لا شك أن العوج يختلف، منه عوج أنها ما تحسن الطباخة، أنها تقصر في حقها، هذا شأن الضعيفة، على أنه عند أهل العلم، عند أهل العلم فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها خلاف، تعرفونها كلكم طلاب العلم، هل يجب عليها أن تخدمه تطبخ وتخبز وتعجن وتخبز وتقرب كذا؟ نعم، هل يجب أم لا؟ الصحيح نعم، لزوجها خاصة نعم، أما لغيره من البيت لأبي زوجها لأم زوجها ما هو لازم. وهناك من مكارم الأخلاق أن تكون البنت معهم مستريحة وهم مستريحون معها، إذا جاء ضيف أو جاء طارئ أن تقوم ويقوم البيت ويهتز في إكرام الضيوف، وهذا يقدم، وهذا مكارم الأخلاق عند الناس، تعرفوا عليها مرتاحون بدون إلزام ولا شيء، من نفسها هي عندها هذا الدافع من نفسها.
إذا حصل ضيف، إذا حصل كذا، إذا حصل مرض، إذا حصل ولادة، إذا حصل من نفسها تقوم بالخدمة وكذا، هذا اعتاد الناس عليه بما لا يوجب عليها مثلا الخدمة، مرتاحة مرتاح كلهم على حد سواء. فهذا هو الشأن الذي يحتاج أن يتربى عليه الناس في الحقوق. الزوج يحتاج دراسة كما أنه يحتاج يتربى على ما يتعلق بعلوم التربية الأخرى، يحتاج أن يتربى على الحقوق الزوجية، هي تتربى على ذلك وتتعلم عند النساء وتحضر دروس العلماء وتتفقه في ذلك وتسجل في دفترها حقوق الزوجية وغير ذلك. وهو كذلك أيضا يتعلم الحقوق الزوجية من أهم ما يكون حقوق الزوجية، يعيش البيت في راحة والله. ما أدخل الله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ويدخل يسلم ويخرج يسلم، وهكذا أيضا هي وهو يعيشون في راحة، خطاب طيب وعشرة طيبة، والأولاد مرتاحون ومنعمون عند آبائهم ولو على فقر مدقع، ولو على فقر مدقع، وقد صاروا على مكارم الأخلاق يشعرون بالسعادة. أما تقلبون البيت جحيم على أتفه الأسباب، المرأة وزوجها هي تولوله ويولوله، أما الله العيشة صعبة تصير، العيشة صعبة، ولهذا شرع الفراق إذا لم يحصل الوفاق والوئام ومكارم الأخلاق. وكذلك أيضا الصبر، علي رضي الله عنه اختلف مع فاطمة، حصل كلام بينه وبينها، خرج المسجد رقد، ذهب رقد لها المسجد استراح وعلى التراب، تبعه النبي صلى الله عليه وسلم يبحث أين علي، أين ابن عمك، أتى إليه، قالت خرج غضبني وخرج، فخرج وجد التراب قد علاه، جعل يمسح التراب عن وجهه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، وانتهت القضية، رجع إلى أهله مع ما كأنه حصل شيء. فأشياء تحتاج إلى تفقه في هذه الأشياء وضبط، فقه وضبط. المرأة ربما في بعض الأحوال تحتاج أن تضبط على الأدلة الشرعية وعلى الحجاب وعلى كذلك أيضا احترام زوجها وعلى كذا أشياء، هو ينضبط وهي تنضبط، كل ينضبط بالأدلة الشرعية وبالمكارم الأخلاق، وله عليها من الحقوق ما ليس لأبيها عليها، حقوق شرعية عليها يجب عليها أن تمتثل، وهو كذلك الرحمة والإنفاق والقوامة وغير ذلك. هذه أشياء إذا حصل عدم معرفتها من بعض الشباب يحصل تناثر سريع، ويحصل ألم للآباء، ويحصل ألم للأمهات، ويحصل ألم كذا سواء أب الولد أو أب البنت، يحصل آلام هكذا. أنا زوجته يكرم بنتي ولا يهينها، أنا زوجته مثلا يعني ماذا، تركتها عنده عبدة، ما تركتها عبدة يعني مثلا يهينها. حتى العبدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا، ضرب عبدة، ضربه وجعل يضربه، شد عليه في الضرب، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا مسعود أبا مسعود، قال فالتفت اعلم أن الله أقدر منك على هذا، قال فسقط الصوت من يدي، قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، التهيب الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظه وهو عبد. وذكر العلماء أنه إذا ضرب عبده فأوجعه وكسر منه أنه قد يعتق عليه وهو عبد. أما هذه بنت الناس ما باعها منك، ما هي بقرة زوجها، ولا حتى البقرة ما يجوز لك. عمر رضي الله عنه حين وهب تصدق بفرس على رجل من الناس حمله عليه في سبيل الله، ورأه ضيعه أضاعه ما اعتنى به، وفرس جيد، فرس عتيق يعني العتيق الجيد من الخيل، فلما كذلك أراد أن يشتريه منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أراد أن يشتريه منه رحمة بهذا الفرس حتى لا يضيع، فنهى قال لا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم. هذا الذي يسير عليه الناس، البيت الذي يعرف بمكارم الأخلاق تكرم فيه الرجال يكرم فيه النساء ويكرم، هذا يحب والله، هذا بيت ما يهين النساء، إن أراد أمسك ولا سرح ما فيه إهانة، وبيت المرأة مؤدبة محترمة محتشمة هكذا بيت معروف. والبيت الذي يعطيها الخرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فضراب للنساء، ما نصح
ما نصح فاطمة بنت قيس تتزوج به وهو رجل يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا كان النصح لها تبتعد عن الذي يضرب النساء. سيصير الناس إذا رأوا هذا أنه ضراب للنساء يقول لا تزوجي به هذا، والله هذا ما تأتي عند أحد إلا خبطها وهكذا. فما المرأة ما هي ضحية بنفسها حتى لو هو قمر كما يقال في الجمال، ولا عنده الدنيا. ما الناس عندهم الدنيا بميزان، الميزان مكارم الأخلاق، الميزان الشيم والقيم، الميزان الرعاية الصحيحة، الرحمة. نسأل الله التوفيق. يعني نكتفي بهذا القدر. أظن أتينا على السؤال كامل ولا؟ أرادت الطلاق منه إذا كان يضربها، إذا كان يضربها ولم تطق البقاء معه لأنه يضربها، ماذا تعمل؟ كله ظهري لك، ماذا تستطيع؟ يعني إذا لم يكرمها وما استطاعت البقاء معه، لا شك في مثل هذا الحال لها أن تفارق. إذا لم تستطع الحال معه، قد قال الله عز وجل يضربوهن، لكن بعض الناس يضربوهن يأخذها على ويظن على أن هذا الضرب مسموح به على الإطلاق، هو عبارة عن مرحلة أخيرة، ضرب تأديب إن احتاج إلى ذلك، وإلا والله غيره أحسن منه. ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقد يعطيك الله على رفقك وعلى صبرك بغير ضرب وبغير غلظة وغير كذا، في كل شيء، في المرأة وفي غيرها. والله يعطيك هذا البركة في أهلك وفي ولدك وفي كذا بأيسر من ذلك. فإذا لم تطق البقاء معه لها أن تفارق، وإن صبرت وحصلت له موعظة وانزجر بقاؤها في بيتها مع الصبر خير لها من الفراق، الفرقة شر، لأن بعضهم تعطيه طفرة بعض الأوقات ثم بعد ذلك يعني تعقل، بعد هذا خير لو تعقل جيد. نعم. لا ما يأثم إذا أعانها وهي مظلومة ولم تتق البقاء معه، ما يأثم. نعم ما يأثم على ذلك، بل يؤجر على إراحتها من الضرر، لا ضرر ولا ضرار، إن لم تتق ذلك وحصل لها ضرر يؤجر على إراحتها من الضرر ودفع الضرر عنها، وما شرعت الولاية والرعاية إلا ذلك.